أول شيء هذه ليست هدنة، هذا نصر للأمة الإسلامية ونصر للشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية التي ألزمت الاحتلال بحظر التجوال في تل أبيب حين أمرهم القائد المناضل أبو عبيدة وقال لهم عندكم ساعتين لتتبضعوا، وكانوا مهرولين كالفئران. هذه ليست هدنة، هذا نصر. طبعا قرار الهدنة هي قرار أبطال المقاومة، هم يعني دائما خيارهم هو الصح يعني، ودائما هو يعني خيارهم الصح، فإحنا مع خيارهم. وحتى لو كانت في هدنة بتكون هي استراحة مقاتل لا أكثر ولا أقل. رجعت الحياة، هذا لولا المقاومة وهذا ولها الشهداء لازم يبقى فيه حلول، وهذا هاي اللي بدنا اياه. الحمد لله لازم واحد يطلع وشي، وهاي الحمد لله الاشي هذا طبيعي معي الشهداء، والله يشفينا الجرحى وهذا، والحمد لله رجعت الحياة. كل مواطن 11 يوم ولا بطلع ولا نزلة، وهي اللي بده اياه لولا المقاومة. والحمد لله الحمد لله ان شاء الله بتضل هيك على طول يا رب.